بدأتي مع المشروع بدأت بعد الثورة، بس حتى قبل الثورة أنا كنت شغالة طول الوقت في عملية بتاع البحث، يعني طول الوقت بدور على طرق مختلفة إن أنا أحاول أعبر بيها عن شغلي وعن أفكاري. بس المرحلة لو هنتكلم مثلا عن المرحلة اللي قبل كده في شغلي، أنا كنت طول الوقت ذاتية جدا في شغلي، يعني طول الوقت برسم كلاسيك عن شغلي وبرسم أشكالي وفيجرز كلاسيكية جدا عن شيماء، ومش بس عن شيماء، عن الستات في مصر يعني. فبعد كده قررت خلاص كفاية، بس أنا طول الوقت في حالة بتاع التجريب، يعني طول الوقت ما عنديش مشكلة خالص إن أنا أستعمل أي نوع من أنواع الماتيريال وأشتغل بيها. فبداية المشروع دوت بدأت بعد الثورة، يعني حسيت إن الكولاج كتكنيك أقرب ليا في شغلي، وأنا أوريدي قبل كده كذا مرة اشتغلت كولاج يعني. فيعني قعدت أعمل بحث كتير، وحسيت إنه الأشكال الكرتونية أو الحيوانات كفورم يعني من أقرب الأشكال ليا تعبير، فعشان كده بديت أشتغل بيهم وأحاول يعني أجرب يعني. القماش بالنسبة لي ما هوش خامة بعيدة خالص، بالعكس القماش أنا طول الوقت بشتغل بالقماش، بحب أفصل مش عارفة إيه كده. بس في الشغل دوت حسيت إن القماش بألوانه القديمة ديت كطول يعني هايلة أوي، فبالتالي بديت أشتغل بيها يعني، بديت ألعب بالقماش، وحسيت إن ده مديني مساحة كبيرة يعني، في حلول كتيرة للقماش يعني. لما بتشوف النوع ده من القماش القديم مع طريقة الشغل اللي أنا شغالة بيها الجديدة ديت، أعتقد إن في حالة شوية بتاعت صدمة، وفي نفس الوقت توائم مع بعض المواضيع اللي أنا بطرحها، ليها علاقة بالنوستالجيا وليها علاقة بحاجات إحنا كانت موجودة عندنا زمان وإحنا صغيرين، زي مثلا اللوحة بتاعت معلم القراءة. بس فالقماش بالنسبة لي كمان له معنى وليه قيمة كبيرة، يعني قيمة تاريخية إنسانية، حتى ليها علاقة بينا إحنا كمصريين، وليها علاقة بثقافتنا وتاريخنا. ممكن أكون أنا ما قصدتهاش يعني، أنا ما قصدتش إن أنا أكون يعني الحاجات، وأنا بجرب الحاجات بتطلع فبتعجبني فبسيبها، عارف يعني. في حاجات أحيانا بتقعد يعني، المعرض دوت من المعارض مثلا قعدت أشتغل قبليها، عمل ريسيرش وعمل سكتشز وأحط أفكار وكده يعني، عملية بتاعت بحث. لكن برضو عملية البحث بتختلف لما بتيجي تشتغل in real life، يعني تشتغل في الحقيقي بتبقى شوية اللي انت حاطه في دماغك مع اللي انت بتواجهه وانت بتشتغل، الاتنين بيتصادموا مع بعض، فبتلاقي في كده تكوين جديد بيطلع. فالتكوين دوت انا مكنتش خايفة منه خالص، بالعكس انا كنت سعيدة جدا بالحالة بتاعت الصدام بين القديم والجديد. وحسيت انه يعني ما كنتش بفكر قوي بره اطار اللوحة، كان مهم اللوحة بس، والمهم ان الستيتمنت بتاعت اللوحة تبقى قصيرة جدا واضحة جدا وخلاص بس. فعشان كده مثلا معظم اللوحات هتلاقوها المعرض شوية فيه شوية بتاعت فجاجة، في شوية لوحات فجة، في شوية لوحات فيها تعبيرات صريحة، فيها شوية لوحات فيها جمل اعتراضية كبيرة. شوفي النوستالجيا اللي في المعرض مهمة جدا ليا أنا وكل الجيل بتاعنا، لأنه الحاجات اللي احنا شفناها واحنا صغيرين بشكل عام، ليها علاقة بإعلانات، ليها علاقة بطريقة لبس، ليها علاقة بأفلام، ليها علاقة بمرحلة تاريخية معينة، ليها علاقة بطريقة تعليم معينة، ده واحنا صغيرين. والمرحلة اللي احنا فيها دلوقتي ككبار في حالة بتاعت contradiction أو حالة بتاعت فصل، حالة بتاعت عدم، مفيش واقعية اتنين، حاجات احنا اتعلمناها واحنا صغيرين، حاجات انت بتواجهيها وانت كبيرة، وأشكال وحاجات كتير متحوشة في دماغك، وواقع فيه كتير هزلي يعني، واقع كتير مضحك كوميدي ومش حقيقي، تكتشفي في الاخر ان كل الحاجات اللي انت كنت بتعلميها حاجات يعني ليها علاقه بانه كل دوت اي كلام، كل دوت يعني ملوش علاقه بالواقع الحقيقي، حتى
حكاوي. اي نعم فايد وعمل عندك كميه متخزنه في دماغك كويسه، بس في نفس الوقت يعني على مستوى الواقع في حاجات كتير ما كانتش حقيقيه.